ثورة جماهيرية شعبية لمطالبة نحن أبناء مجد الشمس عم نطالب بحقوقنا بأراضي مشاريع مجد الشمس. ونحن بننادي إنه كلياتنا سواسية بهذه البلد، فيش حدا له أفضلية على حدا. نطالب بس بحقوقنا مش أكثر من هيك. اليوم عم نوقف وقفة حق، وقفة لتضامن مع حق العلم، لأنه هذا حق العلم مقدس. نحن ضد الإكسارة، كل واحد أخذ أرض بالقوة لازم يرجعها، لأنه الحق العام هو ضمان للجميع. نحن ضد البلطجة، ضد كل أخذ الحق بالقوة. لازم تقسيم الحق بين الناس، لأنه نحن باختبار حقيقي وفعلي، يا إما بننجح أو نسقط. هذا بيت الله، خطيكم واحد عن بيت سكين. نحن جايين لحتى نبلغ شغلي. القضية هذه مش ضد المشايخ. القضية هذه دعم للمشايخ، دعم للمشايخ، لموقف المشايخ، دعم موقف المشايخ لحتى السماوات المجرمين يعملوا. هذا مش ضدهم. هلا عم نحكي، هلا نقاط جديدة. اللي نحن بدنا اياه اللي نحن بدنا اياه بس يطلعوا اثنين ثلاثه يوقفوا قبالنا نبلغوا رسالتنا. هذا اللي بدنا اياه. نحكوا بهذه القضيه، كل اليه عم تشتغل بمشيع مجد الشمس ممنوع تشتغل لحتى نحن نتمم القضيه تبع المشيعات. باحسن ما تصير يوم من الايام يجي واحد يقول لك انا فرقت وهذا بده يفرض الامر الواقع على مجد الشمس، وهذا القضيه لا نحن بنقبل عليها
ولا بدنا تتأزم القضايا أكثر. فنحن دعم لكم، نحن جايين لحتى نطلب منكم إنكم تعطونا ولو ربع ساعة من وقتكم. المجلس خلوه للجميع، وأهل سالك بيت الله وبيت الجميع، هذا بيت الله تعالى منفوت بيه كنا باحترام متبادل.